اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن هنروح معاكم لقراءه سريعه في ابرز منشطات جرايد النهارده. نبدا معاكم من المصري يوم وفي صفحه 8 حوار مهم مع المهندس طارق الملا وزير البترول، بيقول فين مصر تكون اول مركز اقليمي لتداول الطاقه في الشرق الاوسط، وقال ان الدوله اثبتت انها مصممه على الاصلاح بقرارات تحرير سعر العمله وقانون الاستثمار وتخفيض الدعم واصدار قانون الغاز. والوزارة بتحدد استراتيجية من 7 برامج لتطوير القطاع، والحقيقة في أرقام مهمة كتيرة مذكورة في هذا الحوار، وأيضا تفاصيل مختلفة منها كمان عن تأثير قناة السويس في أيضا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. يعني حوار غني رو أكيد في محاور مختلفة. خلينا ننتقل للمصري اليوم صفحة 3، المنشط بيتكلم عن مفاوضات مع شركة عالمية لإنتاج سيارة مصرية، 477 مليون جنيه أرباح القابضة المعدنية و 1.5 مليار مكاسب الشركات التابعة. خلينا نقول إن في هنا محاولة مرة أخرى لتطوير النصر للسيارات، ده كان بعد توقفها فترة طويلة أو سنوات طويلة زي ما احنا كلنا كنا متابعين. فهي مسهل، كلنا أكيد بنأمل يكون في سيارة مصرية وأكيد هتكون بأسعار أكيد أفضل من الألماني ومن الياباني، يا ريت يا ريت يبقى في منافسة حقيقية. بالتأكيد. هنروح لخبر تاني أيضا، حوار مع وزير الثقافة بيقول فيه للوطن إزالة جراج الأوبرا الحل الوحيد لإنقاذ الصروح المعمارية والإبداعية في العتبة من القبحة. حلم النمنم بكين رفضت مشاركة شعراء مصريين في العام الثقافي وطلبت حرفيين بدلا منهم، وفننو الخط العربي أذهلوا الصينيين. يعني طبعا مش تقييم الشعراء، لكنه الناس عايزة تشوف برضو أشكال الفن، وهم ناس بتقدر قيمة الحرفة بشكل كبير، وإحنا طبعا حرفنا تظل دائما في صدارة الإبداع العالمي. ننتقل مرة تانية للمصري اليوم بس صفحة 6، المنشط بيقول ان المصري اليوم بترصد بدء طرح منتجات بالاسعار المطلوبة. يمكن الخبر ده كان معانا امبارح انا ومحمد، كنا بنتكلم مع استاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، وقال لنا ان هيكون في تطبيق خلاص على ارض الواقع وتكون كل سلعة موجودة سعرها موجود عليها، منعا بقى لاي تلاعب في الاسعار. بس الجميل بقى في الخبر ان المواطنون بيقولوا ان التجار رفعوا اسعار بعض السلع بعد اعلان المصلحي وبيخالفون المكتوب. بجد حاجه بقت يعني مفيش فايده، بجد نعمل ايه؟ لازم يكون في تلاعب ولازم يكون في، طبعا مش من كل التجار من بعض، فموضوع غريب بصراحه. على اي حال برضو يظل لدينا جهاز حمايه المستهلك، هنقدم شكاوى. لا بس لازم يكون في تعاون بقى من التجار، مش كده يعني. هنروح معاكم لخبر تاني وأيضا حوار مع الدكتور رضا حجازي في الدستور وعن امتحانات الثانوية العامة. بيقول فيه أنه اعتبر طلاب العام الحالي حظهم أفضل والأسئلة لن تختلف عن العام الماضي، وندرس التصريح إلكترونيا. أيضا بحث حذف الوحدات الأخيرة من المناهج وتوجيه بامتحان يراعي مساحة الإجابة والوقت، إن شاء الله يكون حظهم أفضل فعلا هذا العام. نروح لآخر خبر معانا النهاردة في أخبارنا من الأخبار صفحة 6 و7، المنشط بيقول فيضلة الشنطة خطر جديد بيبدأ على فيسبوك، مافيا بمواقع التواصل بتستغل نقص الأدوية وتبيع عقاقير مجهولة المصدر. يا جماعة بس ثواني سريعا جدا، الموضوع ده في قمة الخطورة في الدول الأخرى، وأنا بتكلم على الدول المتقدمة اللي احنا مفروض بنسعى نكون دولة منها، مفيش الكلام ده. الدواء أصلا ما بيتصرفش غير بروشتة، فاحنا كمان بنروح عندنا ثقافة ان احنا نشتري وقدرة ان احنا نشتري دواء من الفيسبوك، يعني شيء مدمر لصحتك قبل اي حاجة. فياريت يكون في وعي اكتر من كده ويكون في رقابة طبعا على الصعيد الاخر، وحسب ما احنا تابعنا كمان من تصريحات ان هيكون في قدام لازم هيكون في صرف دواء بالروشتة، مش هيبقى في صرف الادوية بعد كده من غير روشتة، لان هو ده اللي مفروض يطبق يعني. طيب نروح بقى لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده باقي فقراتنا من صباح اون، خليكم معانا.